متابعينا متابعي المتابعين، نزلنا معكم من الإسكندرية. تقلبات جوية خطيرة، الأرصاد تحذر من التأثر بالمنخفضات الجوية الصحراوية خلال الساعات القادمة. قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية ما زال مستمرا على غرب البلاد بفعل الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي اجتاحت السلوم وسيدي براني في مطروح، وتتحرك على طول السواحل الشمالية ليصل تأثيرها إلى محافظة الإسكندرية. وتوقعت الأرصاد في بيان لها تأثر محافظة الإسكندرية بالرمال المثارة نتيجة الرياح التي أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى 1500 متر. ومن المتوقع أن تنتقل هذه الرمال المثارة والأتربة المؤثرة على طول السواحل الشمالية الغربية مع تقدم الوقت. ونوهت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجوب توخي الحيطة والحذر لسكان هذه المناطق وغيرها من المناطق المتأثرة بالرياح، خاصة عند الخروج من المنازل. فيما قال الدكتور شاهين مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية أن فصلي الربيع والخريف من الفصول التي تشهد تقلبات جوية واسعة، ومع زيادة التغيرات المناخية بدأت التقلبات المناخية أشد خطورة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية أن عنف الظواهر الجوية الحالية نتيجة المنخفضات الجوية التي نشهدها الآن في مناطق مختلفة، إلى أن مصر بعيدة تماما عن المنخفض الجوي الذي يؤثر على الإمارات وعمان. وأن المنخفضات الجوية تؤثر على مصر بارتفاع درجات الحرارة، وهذا ما لاحظناه اليوم، وغدا سوف تعود درجات الحرارة لطبيعتها بواقع 30 درجة، أي بانخفاض 6 درجات خلال 72 ساعة المقبلة. سوف نتأثر بالمنخفضات الجوية الصحراوية على السواحل الشمالية. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الخميس انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجة. يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. ويكون الطقس الخميس دافئ على السواحل الشمالية مائلا للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، ويكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ومن المتوقع غدا نشاط لحركة الرياح على عدة مناطق. أما بالنسبة لدرجات الحرارة الخميس، القاهرة العظمى تسجل 30 درجة والصغرى 18 درجة، أما الإسكندرية العظمى تسجل 24 درجة والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج 35 درجة للعظمى والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة. أما أسوان فتسجل العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة. تقلبات جوية
والأرصاد تحذر من التأثر بالمنخفضات الجوية، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن انخفاض مستوى الرؤية الأفقي ما زال مستمرا على غرب البلاد بفعل الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي اجتاحت السلوم وسيدي بران في مطروح وتتحرك على طوال السواحل الشمالية ليصل تأثيرها إلى محافظة الإسكندرية. وتتوقع الأرصاد خلال بيان لها تأثر محافظة الإسكندرية بالرمال المثارة نتيجة للرياح التي أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى 1500 متر. ومن المتوقع أن تنتقل هذه الرمال المثارة والأتربة المؤثرة على طول السواحل الشمالية الغربية مع تقدم الوقت. ونوهت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجوب توخي الحيطة والحذر لسكان هذه المناطق وغيرها من المناطق المتأثرة بالرياح خاصة عن الخروج من المنازل. وأوضح مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر في هيئة الأرصاد الجوية أن فصلي الربيع والخريف من الفصول التي تشهد تقلبات جوية واسعة، ومع زيادة التغيرات المناخية باتت التقلبات المناخية أشد خطورة. وأضاف مدير إدارة التنبؤات خلال مداخلة أن عنف الظواهر الجوية الحالية نتيجة المنخفضات الجوية التي نشهدها الآن في مناطق مختلفة، لأن مصر بعيدة تماما عن المنخفض الجوي الذي يؤثر على الإمارات وعمان. وتابع مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية أن المنخفضات الجوية تؤثر على مصر بارتفاع درجات الحرارة، وهذا ما لاحظناه اليوم وغدا سوف تعود درجات الحرارة في مصر لطبيعتها واقع 30 درجة، أي بانخفاض 6 درجات خلال 72 ساعة المقبلة، وسوف نتأثر بالمنخفضات الجوية الصحراوية. أما عن درجات الحرارة غدا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الخميس انخفاضا في درجات الحرارة خاصة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد. ويكون طقس الخميس دافئ على السواحل الشمالية مائلا للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد. ومن المتوقع غدا نشاط لحركة الرياح على عدة مناطق. كانت محافظة الإسكندرية شهدت اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة
ووصلت درجة الحرارة على الإسكندرية 36 درجة، ما أدى إلى وجوع المواطنين إلى الشواطئ للهروب من موجة الحر الشديد التي شهدتها المحافظة. هناك نشاط لحركة الرياح في الإسكندرية، مع اقتراب ساعة الفجر. تقلبات جوية، الأرصاد تحذر من التأثر بالمنخفضات الجوية الصحراوية. وغدا عودة انخفاض درجات الحرارة، وتسجل الإسكندرية غدا العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة. شكرا لكم متابعينا، متابعي اليوم السابع في كنا معكم في بث مباشر، ننقل لكم حالة الطقس في الإسكندرية وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس الخميس. تقلبات جوية وعودة درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح المحملة بالأتربة.